طاب يومكم باليمن والبركات. هرطقتنا لهذا اليوم حديث مع العقل بعنوان دفعة بلاء. ما لنا والتطور التكنولوجي الذي يحصل في عالمنا، فلندعه على جنب ولندع الطبيعة الكونية وطاقاتها هي التي تساهم أو تنفي هذا التطور. فمن يدري، قد يحدث شيئا ما في الفضاء وينفي كل ما وضعوه من أجهزة عملاقة والتي أسموها بالأقمار الصناعية ومحطات فضائية، أو يحصل شيئا ما في حركة دوران كرتنا الأرضية ويغير مسار هذا التطور. قد يكون الأحسن أو قف 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 لحظة، أنت قلت في البداية ما لنا فيما يحصل من تطور علمي، فخبرنا عن شيء آخر ولا تسرد علينا هذه الاحتمالات. فأجبت وقلت له: لك كل الاحترامات يا عقلي، فدعني أدخل في هرطقتي هذه. ودعنا نفرض نحن الآن في أجواء صيفية دافئة، وقد يكون البعض منا في عطلة والآخر ما زال يعمل، ولا يهم إن كان عمله في النهار أو في الليل، ولكن الأهم هو أن لديه يوم استراحة أو على الأقل مساء لا يعمل به، ويتجه معي إلى شاطئ أحد الأنهر أو ساحل لبحر ما قريب على مسكنه، ويجرب ما حصل لي. فسألني عقلي: خبرني فما حصل لك. فأجبت عليه: عندما كنت أتمشى على ضفاف نهر الفرات وكان قرص الشمس لم يبقى منه إلا الحافة العليا ذا اللون البرتقالي الجميل وبعض السحابة التي تمر من أمامه فيصطبغن بنفس لونه البرتقالي هذا، وحينها هبت نسمات عذبة محملة برائحة النهر وتلامس وجهي، وحينها وقفت متأملا سارحا لأرى هذا المنظر. وبطرف عيني اليسرى يا عقلي لاحظت هنالك من بعيد قارب شراعي يتجه نحو الغرب، فاستغربت لذلك فقلت: الهواء يتجه إلى الشرق وهذا القارب يتجه إلى الغرب. فبدأت عيناي تنظران له بتمعن وبتركيز، وكلما يقترب كلما يزداد وضوحا، وأرى من خلفه يلوح قارب شراعي آخر. وحينما أصبح القارب الأول أمامي لاحظت أن هذا القارب جميل جدا، وهنالك سراج أي فانوس معلق على شراعه، وهنالك شخص واحد مستلقي فيه. فزادت دهشتي لذلك، فإن القارب هذا يستمر بسيره للأمام ولكن لا يوجد أحد من يقوده. وقلت في نفسي: ربما قد تعب هذا الملاح واستلقى على ظهره ليستريح. وعندما اقترب القارب الثاني لاح لي بالأفق أيضا قارب ثالث، ولكن ما الذي تراه عيناي؟ إن ملاح القارب الثاني أيضا مستلقي على ظهر القارب، والثالث والرابع والخامس وهكذا، فالعديد من هذه القوارب مرا من أمامي وكلها تحمل شخصا واحدا مستلقي عليها. وعندما بدأت الظلمة تكحل المكان فجميع الفوانيس بدأ بتنوير ضيائهن الجميل المميز، فإنك ترى ألوان الطيف الشمسي السبع فيهن. وقاطعني عقلي وقال لي: قف لحظة، هل هذه الفوانيس الحديثة التي تصنع في الصين والتي يستعملها الأطفال كلعب لهم؟ فأجبت عليه: لا أعرف، قد يكون ذلك يا عقلي، ولكن أنت قلت لي ابتعد عن التكنولوجيا وها أنت تذكرني بها. فسكت عقلي وقال: استمر بحكايتك. ولكنه استحى أن يعتذر حتى على مقاطعته لي. فأكملت حديثي وقلت: فأصبح منظر النهر جميل جدا، فترى وكأن هنالك عقد من الألماس المتلألأ يمتد من الشرق إلى الغرب في وسط النهر، فيا لروعة المنظر. وحينها أحسست بالغيرة وتمنيت لو أنني أكون في أحد هذه القوارب، فمن أين يمكنني أحصل على واحد منهم؟ وبعد أن انتهيت من هذه الأمنية
اتجه نحو قارب بدون ملاح، وبدأ بالاقتراب إلى حافة النهر، ووقف وكأنه يقول لي: هيا أصعد، أليست هذه أمنيتك؟ فلماذا هذا التردد؟ هيا أصعد. فاقتربت منه وقلت في صوت عالي، وأحسست بتردد صوتي في جميع أجزاء جسدي، وقلت: يا لروعته وجماله. فرد علي القارب وقال: وإن استلقيت علي فما الذي ستقوله؟ فلا أخفي عليك يا عقلي، في البدء كنت خائفا مترددا، ولكن قلت في نفسي: دعني أجرب. ووضعت قدمي اليمنى فيه، والثانية أي اليسرى لم تستطع الانتظار، فقفزت هي الأخرى فيه، وقال القارب لي: استلقي، فهو مريح جدا. وبالفعل استلقيت وكأني مستلقي على كوم من ريش النعام الناعم، لا، فهو أنعم بكثير من ذلك. فهل للحرير فراء؟ لأنني أحسست نفسي مستلقيا على فراء ناعم. وسألتك حينها يا عقلي: ما هو أنعم من ريش النعام والحرير؟ ولكنك حينها يا عقلي لم تجب على سؤالي. وبدأ القارب بالانطلاق، ولكن سرعته بطيئة جدا جدا، واعتقدت بالأول أنني سوف لن أصل إلى بقية القوارب. فرد علي القارب وقال: إن حملك ثقيل جدا يا هذا، ولهذا السبب فإنني لا أسير بيسر وبسهولة. فانظر إلى ما تلبسه، فردائك هذا محملا بأحجار، وكأنك عمدة مدينة العمالقة في فيلم الرسوم المتحركة صاحب القدم الصغير، والذي كأنه مسلت حمورابي البابلية التي تحتوي على 282 مادة قانونية، والتي كتبت قبل 3770 سنة. وهذا ما يعيقنا في التقدم يا هذا. فانتبهت حينها يا عقلي لما أرتديه وما علق عليه من أحجار، وقلت في نفسي: ما هذا؟ فسمعني القارب وقال: فهذه الأحجار قسم منها تمثل العادات والتقاليد التي أنت اكتسبتها من الأهل أو المجتمع الذي أنت تربيت فيه، وقسم آخر من أفعالك أو ما قرأته. فخذ مثلا أنك تعطي شيئا ما وتقول في داخلك، حيث تعلمتها من الأهل طبعا، بأنها تعتبر حسنة لتبعد البلاء، فتقول في نفسك: دفعت بلاء، أي أنك بذلك تطلب شيئا مقابل شيئا آخر، فهذا لا يعتبر حسنة، فأنك أعطيت بنية غير صادقة، فهذه حجرة وعلقتها على ردائك، وبما أنك توقعت البلاء فهذه أيضا حجرة وعلقتها على ردائك. وانظر، فهنالك غيرها الكثير من الحجارة، فالحلال والحرام والعيب والغضب والحقد والكراهية والغيرة و فكلها أحجار معلقة على ردائك، وهن من تعيق طريقك في التقدم. وهذه كلها موجودة، ولكن عقلك قد أخفاها، وحينما ركنت عقلك فبانت هذه الأحمال المعلقة على ردائك، فتخلص منها وارميها في النهر لكي ننطلق ونسير مع باقي القوارب. ولا تنسى أن خيوط ردائك هذا مصنوع من المحبة والتسامح والمغفرة والسلام. فهذه هي حكايتي يا عقلي. فرد علي عقلي قائلا: أنت عندما صعدت على القارب هذا فإنني كنت مشغولا بترتيب أفكارك، وكانت هذه أول مرة في حياتك تطلب بها مني إن أرتبها لك، ولذلك لم أسمع الحديث الذي دار بينك وبين القارب. عزيزي المستمع، إن أردت أن تعرف ما يعيق تقدمك في مسيرة حياتك، فما عليك إلا أن تركن عقلك على جنب، فحينها سترى ما الذي يعيق تقدمك. فخذ قاربا في خيالك وابحر به، وتخلص من ما يعيقك في مكان ما، وابدأ بالسير للأمام.
وشكراً.